أهلا وسهلا، كيف حالك يا جناب؟ لا، ايش اخبارك؟ تمام. شوفي يا جناب، سويت لنا انتي مشاكل امس. ليش؟ بعد ما صورنا امس ريتو انتي تصلحي شعرها وتنظفيه وترتبي قصتي. اغلب الناس قالوا كيف جنى عايشة معك وحدها؟ انا مش يا جماعة الخير جالسة وحدي انا وريتا. انا موجودة امي وابي، وريتا موجودة امها وابوها. ايوه. انا الناس قصتهم لما صورتي ريتا وتصلحي انتي شعرها قالوا كيف عايشة معك وحدها؟ يعني مش عايشة وحدي انا وريتا، لا فهميهم يا جنى. اخواتي البنت هو للعيال. والله ما انا عارف، اهم شيء ان الخاص امس عندي يعني رسائل كثير. انا امي موجوده وابي موجود وريتا كمان امها موجوده. المهم يا جنى، الان جيبي لهم الطريقه حق الاستشوار حق امس. الان جنى بتجيب انا ايش الطريقه؟ الطريقه يلا. ايش الطريقه؟ بسيطه. طيب ايش يا جنى؟ اول ما تريتا تنام احط لها الزيت في شعرها. اول شيء سؤال، ليش انت دائما مني صدق والله، ليش انت دائما تحبي تصلحي شعر ريتا كذا وترتبيه؟ ليش؟ هكذا يعجبني. يعني انت عندك موهبه ولا كيف؟ اكيد موهبه. والله يا جماعه فعلا دائما يعجبها تصلح شعر ريتا وترتبها دائما. ايوه. يعني نفتح لك صالون تصلحي الشعر وكذا. هذيني صغيره. طيب وانت خلاص. طيب سواء انت ايش نفسك تكوني في المستقبل؟ دكتوره اسنان. ما شاء الله. وكمان ترتبي شعر وحركه. لا يعني نسوي لك مثلا عياده حق اسنان وجنبها صالون حق مشغل. ما شاء الله ما ينفع تختار واحد. انت اختاري انت واحد حق اسنان. دكتور الاسنان تعجبين يا جنان.